خط سير المغرب من بدايه الانقلاب لحد النهارده، المغرب فيها حكومه، هذه الحكومه محترمه جدا جدا وبتجل جدا الرئيس محمد مرسي والفكره الديمقراطيه اللي احنا اللي اتهدت مؤقتا في 30 يونيو و 3/7. الجماعه اصوات المغاربه كلهم يعني اغلب الشعب المغربي مع مصر، مع قضيه مصر، القضيه مش الرسميه، مع الرئيس مرسي، مع الاخوان، مع ضد الانقلاب، ضد الانقلاب. انما اللي حصل انه يبدو انه في تغيير لغه خطاب يا اسامه. بعض الناس بتقول انه اتصال عبد الفتاح السيسي بجبهه البريزاريو عن طريق الجزائر واللي هي جمهوريه الصحراء دي عملت مشكله. وعايزين نفصل الاتصال ده وايه المكاسب اللي السيسي، لا عايزين نفصل الاول ايه هي جمهوريه الصحراء عشان الناس تفهمها. جمهوريه الصحراء هم مجموعه من الناس اللي ساكنين او اللي عايشين على حدود المغرب واللي بينادوا باقامه جمهوريه او دوله ليهم هناك. المشكله دي يا استاذ سلامه مش عارف يحلها ولا الامم المتحده ولا حتى الاتحاد الافريقي ولا اي حد عارف يحلها. المغرب كمؤسسه كنظام من الملك للشعب الحكومه بيرى ان ده خط مقدس بالنسبه لهم، مفيش حاجه اسمها كده. حدود المغرب زي ما هي موجود في الخريطه، مفيش حاجه اسمها دوله جمهوريه الصحراء. واللي بيجي عند الجزء ده في المغرب بتحصل له مشكله. يبدو ان عبد الفتاح السيسي لعب على المنطقه دي بيراضي دوله ما او دول ما في القصه دي. يستفيد ايه بقى؟ لا يستفيد يقول لنا انا معتز بقى، يعني يقول لنا ما هو ما استفادت عبد الفتاح السيسي في انه يشجع بتوع جمهوريه الصحراء على انهم يعني يأسسوا دولة هناك، ايه دخله؟ هو الحكاية زي ما قالها محمد ناصر كده حضراتكم بدأت منذ البداية. المغرب تعاملت مع الوضع في مصر بطريقتين، طريقة دبلوماسية حقيقة كانت شديدة الذكاء. الملك هنا السيسي بعد الإعلان ورئيس، وأرسل في مراسم التتويج وزير، في حين أن رئيس الحكومة اللي هو محسوب على الإخوان في المغرب ما ابداش اي رد. مش محسوب على الاخوان. انت لو سالت المغاربه العاديين الشعب المغربي هو ضد اللي حصل في 3/7. انا عارف انا بقول لك انت بتقولي محسوب على الاخوان وهنا كلمه حساسه شويه. هو مسلم زيك زيه زي الشيخ سلامه زي اسامه، هو ضد ما حدث قدام ولكن حصل. سياسيا هو بيمثل هذا القطاع وده جزء من المشهد او تجاوز المشهد في المغرب لموضوع الربيع العربي. المهم الرجل لم يتحدث اطلاقا. كان المفروض معلن زي ما حضراتكم عارفين عن زيارة عبد الفتاح السيسي للمغرب. هذه الزيارة لم تتم، ولكن استبدلت هذه الزيارة بزيارة للجزائر. مصر كانت في حاجة شديدة للذهاب للجزائر. ليه تروح للجزائر؟ عشان الغاز والبترول. عشان حاجة تانية لو تفكرها احنا ناقشناها انا وانت في الشرق على نفس الديكور ده لما قلنا انه كان رايح يأثر يخلي الجزائر تأثر على الاتحاد الافريقي يقعدوه ما يقعدوهوش ورا. فاكر لما قعدوه ورا؟ بالظبط. تمام. وكان هدف رئيس في هذه الزياره بالاضافه للمشهد اللي بيقوله ناصر اللي هو الغاز الطبيعي والبترول. حصل بعد كده السخافات اللي حضراتكم عارفينها من بعض التطاول من بعض الاعلاميين على المغرب بشكل كبير، كمان المغرب بلع ده. جه المشهد التدخل في قضيه شديده الحساسيه زي ما بيقول لحضراتكم زملائي الاعزاء ورأسهم محمد ناصر ان هو تدخل في المشهد الانفصالي في المغرب. ولو تذكروا حضراتكم الاسبوع اللي فات مصر اليوم افردت حوار مع زعيم الانفصال على صفحه كامله ملوش اي لازمه، لو تشوف الحوار حضرتك ما فيهوش اي حاجه. والزعيم الانفصالي طالب السيسي بوضوح في هذا الحوار ان هو يدعم مطلب الانفصاليين في المغرب. اذا اتبعنا قصه ان ما فيش حاجه بتنشر الا بمعرفه المغرب لسه بتؤكد ان ابانا الذي هناك المخابرات هي اللي مسؤوله عن كل شيء، فكان الحوار ده جزء من هذا الدعم.